خلينا نروح مع حضراتكم لأسيوط تحديدا، واللي تم تنظيم معرض وسط الصعيد الزراعي بها، واللي بيضم أكبر تجمع للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الري والتقاوي والأسمدة والبذور والشتلات وغيرها من الخدمات والعروض المميزة للمزارعين. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن المعرض ونرجع على طول. محافظة أسيوط تشهد انطلاق معرض وسط الصعيد الزراعي الذي يضم أكبر تجمع للشركات والمنتجات الزراعية وشبكات الري والتقاوى والأسمدة والبذور والشتلات. يشتمل المعرض على الأقسام الخاصة بمنتجات الأسمدة وأقسام شركات ومستلزمات المزارع وشبكات الري والطاقة الشمسية وقسم الأعلاف والتقاوى والشتلات الزراعية وأسمدة عضوية ومشات الفواكه وخضر. يتميز المعرض بتخصيص تمويل المشروعات والقروض الميسرة، بالإضافة إلى توفير فسائل نخيل متنوعة بأسعار أرخص من مثيلتها في الأسواق الخارجية. ويشهد المعرض حضور العديد من المزارعين والفلاحين نظراً للدعم الكامل الذي يقدمه لتمكين المزارعين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية وفتح أسواق لها وتكثيف الندوات الإرشادية لتحقيق أقصى استفادة لهم. وعلى هامش المعرض يتم تكريم عدد من قيادات مديرية الزراعة وبعض المزارعين والمشاركين في المعرض تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في النهوض بالقطاع الزراعي.